مرحبا بدر، دونك مدرب جديد للأنس جابر. أول حاجة نحسه كأنه فما تكتم شوية على الموضوع، شفناه حتى في فيديو معها بالصدفة نجم نقوله في ستوري متاع بطولة مدريد في الانستغرام. علاش الاختيار هذا متاع ما تمش الإعلان عليه المدرب الجديد؟ هو اللاعبين راهو في رياضة التنس عمرهم ما يحطوا انه بدوا المدرب، الصحافة هي اللي تحط ولا ساعة سبونسور. معناتها حتى جوكوفيتش كي تخلى على المدرب نتاعو معناتها في الأسابيع الأخيرة، معناتها الصحافة هي اللي معناتها أعطت الخبر، لكن اللاعبين قرروا يحطوا يتعاقدوا ولا عشان المدربين نتاعهم. أونس جابر عندها مدرب جديد فرناندو فيرداسكو معناتها سيتي ان غران اون اسبان، الى غاني لا كوب ديفيس مع اسبانيا من لاعبين سبيسيتي تير باتو، الى في اون بيل كارير. هو ريزيدون في الدوحه، نعرفوا علاقه انس بالدوحه وبالجامعه القطريه للتنس والسكواتش. انا تحدثت مع مانجر تاع اونس جابر هاري مثالي سي عبد العارف، قلت له هل انه فيرداسكو هو المدرب الجديد؟ قال لي الى حد الان يكون معه في دوره مدريد، لانه عصام الجلالي اخذ ايامات راحه. نشوفوا هل انه فيرداسكو باش يكمل مع اونس جابر. انا ما اتوقعش انه فيرداسكو بالاسم نتاعو الكبير وتورنوا في اسبانيا باش يحضر على تورنوا برك وياخذ لعبه من التوب 10. معناتها ماذا به اذا كان باش ياخذ لعبه من التوب 10 ياخذها معناتها سور ان كونترا سور اون لونغ دوري. فيرداسكو سبيسياليتي تير باتو، ونعرفوا في اسبانيا والارجنتين معناتها لي تيران باتو يمثلوا 80%، ونحن تويكا دخلنا في السيزون تاع تير باتو، شفنا شتوتغارت، شفنا تشارلستون، مدريد، روما، ونختموا في رولان جاروس. اللي رولان جاروس باش تتلعب فيها لي جوز اولمبيك، زاد معناتها باش تكون عتير باتو. اونس جابر النتائج نتاع حسناء ما كانتش ولا بد، نعرفوا سبب الاصابه والاصابه في الركبه اللي خلقتها، مالغري انا في جروند معناتها بريباراسيون. انا تحدثت مع احد المقاربين للطاقم الفني نتاعها، قال لي كي نشوفوا لي شيفر نتاعها في البريباراسيون من احسن الشيفر اللي عملتهم اللي بدات تلعب اونس جابر تنس، لكن الاصابه في الركبه هي اللي طيحت برشا حاجات في الماء. انا تمنيت انه ما تلعبش في دوره الدوحه، كنت حاضر فيها، ولا تورني اراب نجم نقولوا اللي صارت ابو ظبي الدوحه ومن بعد دبي، كنت نجم تعمل امبريك وترتاح وتسترجع معناتها اللياقه البدنيه نتاعها، لكن هي لعبت بعد عاد ضربت بعد عاد لعبت بعد عاد ضربت اللي خلى النتائج نتاعها تعمل بريمير تور ودوزيام تور. شفنا برشا التنمر على اونس جابر، معناتها يقول انه كاريرها وفات وسي. لا، التنس راهو اسلام، كل ما تقدم في العمر كل ما تزيد تتحسن، هذا هو التنس الجديد. اونس جابر في تونس معناتها نستناو ديما في الجران تيتر الجران سلام ان شاء الله يجي، لكن ما نجموش نقولوا اونس جابر معناتها ولات لعبه عاديه في التنس. ما تنجمش تكون ا تري بون جوور و تو سي دوزيام مونديال بعد تولي خايب في ليله ونهار، ممكن ثم مشاكل معناتها نفسيه اللي خلات اونس جابر زاد ما تقدمش مستوى اللي اعتاد. قلت لي بدر، قلت لي الجلالي حب يرتاح شويه، ما عادش بوان انتروغاسيون لهنا، خاصه يرتاح في وسط الموسم في وسط السيزون قبل معناتها الترباتو اللي تعامل عليه برشا اونس جابر، لهنا نقطه استفهام معناها حول مستقبله مع اونس. سي سا لا كيستيون، معناتها كي تلم لي زيليمون الكل تقول انه بتاتر عصام الجلالي ما عادش في الستاف. بون نشوفوا في لي تورنوا الجايين معناتها روما ورولان جاروس، اذا كان ما يكونش حاضر معناتها انه اونس جابر قالت على عصام الجلالي، ولا ينجم يكون يقعد في الستاف ويصير معناتها رونفورسمون مع مع معناتها فرناندو فيرداسكو. نشوفوا، لكن راهو لي ريزولتا معناتها باش تجي راهو بشويه بشويه، معناتها الرجوع نتاع اونس جابر ممكن ما تعملش تورنوا باهي في مدريد في روما، تسترجع اللياقه نتاعها في رولان جاروس، يفو ان بو دو تون وقت يتبدل معناتها المدرب، لانه استراتيجي تتبدل معناتها التدريبات تتبدل، العقليه اللي يعطيها المدرب
معناتها اللاعب ولا اللعبه تتغير الاستراتيجي الاستراتيجي دو جو ميم حتى الكومونيكاسيون معناتها ما بيناتهم بوندون لو ماتش ثم حاجات بوتيتر باش يتغيروا لكن انا نتوقع انه اونجيبر كان تعمل دو ترو بون تورنوا اظن نلقاها حاضره في لي جوز اولمبيك راهو لي جوز اولمبيك يفو با معناتها معناتها نحقروها لانه برشا عباد يقولوا اي جوز اولمبيك بالنسبه للاعبين التنس خاطر ما فيهاش برايس موني لكن فيها ميداي اللي تنجم تقعد لك في تاريخك. نذكرك انه نوفاك جوكوفيتش وفيدرير عمرهم ما ربحوا الميداي دور وقعدت لهم كيل بوانوار في الكارير نتاعهم. بون جوكوفيتش مازالت عنده فرصه السنه باش يفوز بال جوكوفيتش قال نهز ميداي اولمبيك السنه خير من كاتيجوري جراند سلام. ثم اللي يقول لك نهز ميدال اولمبيك خير من اللي نهز جراند سلام. انت واللاعب انت والكولتور تاع معناتها البلاد نتاعو معناتها كان اونزيبر تفوز ميداليه في الالعاب الاولمبيه باش تقعد لها تاريخ. اكيد الجراند سلام عنده قيمته لكن نتمنى كل توفيق لاونزيبر. وانتي ميساج غير اونزيبر كي اذا ثم هكا تغيير ماذا بك تعطينا انتي كومينيكين نعرفوك انك ما تكونش حاضره برشا في تونس تعطينا هكا تقولنا كان انه المدرب يتبدل شكون جديد في الستاف حتى نحن كي نتكلموا في الاعلام ما نقولوش معلومات غلط. واضح يعطيك الصحه شكرا لك بدر على كل هذه التفاصيل والاضافات بالتوفيق ان شاء الله الانس في مشوارها القادم. حاب تعلق هيثم بالنسبه للانس جابر وصلت للتوب 10 بكفاءات تونسيه اللي هو كريم جليلي وكريم عصام جليلي وكريم كمون اللي هو زوجها. بالنسبه للتغيير نجم تكون لا استغني مع عصام ما يقعد كفاءه وحط اسمه في الاسامي الكبار في التنس. أكيد. بالنسبه لعصام ما عرفش شكون يحب يعلق على التغيير هذا سكندر كلمه هو حكي كلمه معناتها قال التنمر ما هو تنمروا عليها من قبل حتى ما توصل دوزيام معناتها تنمروا عليها وقالوا عندها سيربوا وقالوا كتفها مضروب ماهيش باش توصل وكذبتهم الكل وكانت سفيره نوايا الحسنه ومعناتها وشرف تونس الكل وبرافو مازال عندها متقدم تبارك الله اكيد عليها. ان شاء الله يطلع لنا جوارديولا بتاع التنس ان شاء الله. باهي نمشيو للاخبار ونزيبر وتكور مليح بسقيها ان شاء الله يطلع جوارديولا بتاع التنس نمشيو للاخبار بعد شوي نكمل نحكيو على الترجي الرياضي.